بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب الناس تبقى كلها خير. احنا ان شاء الله عايزين نكمل، مش عارف هو الصوت مش واضح ليه، ثواني كده. تمام. طيب بسم الله. بالنسبة لأسئلة الباوربوينت إن شاء الله تبقى سهلة سهلة، أسهل من ال يعني هو أنت عندك بيبقى فيه معاك أساسي، وفي عندك اختياري زي ما احنا عرضنا قبل كده. من بعض الاختياري اللي هي الحاجات أنا شايف إن هي بتبقى اختياري سهل، يعني ما هو صعب. لو أنت اخترتها في الباوربوينت كاختياري ما هو صعب، ما هو صعب، لان حتى الباور بوينت بيفيدك في اي حاجه، البرزنتيشن ده بيفيدك في اي حاجه. تمام. اول سؤال هنا بيقول لي unless otherwise state not to close in document، يعني بخلاف الموضح قدامك ما تحاولش ان انت تقفل اي حاجه انت محتاجها. بيقول لك اعمل سيف للاوبن برزنتيشن اللي اسمها ماتيريال ماتيريال ساينس دوت. طبعا الاكستنشن اللي هو بي بي تي اكس ده بيبقى نهاية زي مثلا عندك لو انت جبت ملف صوت بتلاقيه دوت ام بي 4، ملف صوت دوت ام بي 3. تمام. انا هنا مش هخليك بقى انت ايه يقول لك ادرس وروح خد الدورة وروح مش عارف ايه وتدفع فلوس وتغرم. الخلاصة نفسها هوضحها لك، مش هسيب لك حاجة ان شاء الله الا ما تكون انت فاهمها. فانا بيقول لك البي بي اللي اختار كلمة باور بوينت اكستنشن الامتداد بتاع اي فايل اخره بي بي زي الوورد، هتلاقي دي او سي اللي هو اختصار لكلمة دوكومنتس. الاكسل مثلا هتلاقي اكس اكس إيه، فهو هنا عايز الاكستنشن بتاعك. بيقول لك البرزنتيشن اللي اسمها كذا اعمل عليها سيف از كذا في الفولدر المشار اليه. تعال نشوف هو هنا عمل ايه. طبعا قلت لك انت لازم تاخد بالك من حاجه، سيف اس، قائمه سيف اس سهل قوي، وتروح للفولدر اللي بيدور عليه. بس مش عارف الماوس عندي بطيء جدا. طبعا نسيت اقول لك على حاجه، خلي بالك وانت بتكتب الميتشولي الام لازم تبقى كابيتال، لان ممكن يوقعك في حاجه زي دي. كمل. وبتاع كده تقوم تعمل بتقفل، لان هو قالك بعد كده لازم تعمل عملية كلوز، لازم تعمل عملية كلوز. السؤال اللي بعد كده بيقول لك in the open presentation اسمها ديت. طبعا الاسم ده انت بتجيبه منين؟ بيبقى مكتوب في الرأس. لو وورد هتلاقي برضه مكتوب في الرأس، لو موجودة في العنوان. answer the question اللي في سلايد 2، answer the question title question 1. يبقى انا عايزين هروح على الاستاذ رقم 2 اللي لها عنوان title المعنونة بكذا. تعال نشوف، تفتح الوثيقة اللي هو عايزها وتقوم تقول له جاوب على السؤال. ماشي. answer the question 2 بجست، بس ان انت تفتحه وخلاص. بقول لك ايه بقى، which on the following in the first note under the offline password help powerpoint as help. ازاي بتجيب الباوربوينت هيلب؟ تمام. فانت المطلوب منك تعمل ايه؟ بقول لك افتح لي الدوكمنت ديت، اسف البرزنتيشن ده،
وجاوب على السؤال. طيب which on the following is the first note under the offline powerpoint help topic؟ يعني دور في الهلب بتاع الباوربوينت، دور في الهلب بتاع الباوربوينت. بجيبه ازاي يا جماعه؟ عشان الناس تركز معاه. شايف انت علامه الاستفهام ده؟ فلما بتك عليه وتقوم تسرش بقى على ايه، على what is the slide master، تكتبها هنا فوق في الخانه دي. ماشي، انا عايز اعرف ايه هو السلايد ماستر. فالمفروض هيكتب، طبعا بتنقلها زي ما هي او ممكن تاخدها كوبي وبيست وتك على كلمه سيرش، هيجيب لك نتائج. تختار اول نتيجه، يقول لك تو كرييت كاستم مش عارف ايه مش عارف ايه، تو اندرستاند واي، هتختار بتاعك اللي هي ايه، تو كرييت كذا، وتكتب اي حرف السي بتاعتها. اظن مفيش اسهل من كده. بتقول لي سبميت، يعني تم تسجيل الرساله. بيقول لك سؤال رقم 4، بيقول لك ابلاي ديزاين تمبلت اوف يور تشويس تو اول سلايد. هات لي تمبلت معين. قلنا التمبلت ده لما اتكلمنا عليها قبل كده، تمبلت بصفة عامة هي قوالب او فورمة كده او اسطمبة معينة، تمام؟ كأن انت بالظبط عارف، انت لما يكون عندك برواز والكلام يتكتب فيه مثلا برواز لونه خشبي او برواز لونه فضي او برواز في الوان معينة، تمام؟ فانت محتاج تغير البرواز بتاع كل الفريمز. اللي بيعمل الحركة دي زي ما قلت لك هو الديزاين، بيجيب لك مجموعة من التمبلت الاشكال. طب الكلام ثابت؟ الكلام ثابت، الكلام ثابت، تمام؟ ماشي. بقول لك ايه بقى، remove the evil tower image، احذف لي صورة evil tower from the top right corner، من التوب رايت كورنر. ماشي، في البرزنتيشن اللي اسمها كذا، تقوم جيل على البرزنتيشن اللي اسمها. طبعا انت عرفت الاسم ازاي؟ بتلاقي من هنا. ماشي، ف تاور ايمج فروم ذا رايت كورنر ان ذا برزنتيشن، جبت على اللي اسمها الميتال ديت، ولقيت الصورة بتاعت برج التوفل، كليك يمين وايه وديليت. ماشي، بعد كده بقول لك ابلاي اوتوماتيك سلايد نمبرنج انتو ذا فوتر كل السلايد اوف ذا. ماشي، السلوت الفلوتر اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، ان عايز يقول لك كل الشرائح كلها اعمل لها ترقيم بتاعها، كل الشرائح بتاعتي اعمل لها ترقيم. طبعا قائمة الفوتر الحاجة الخاصة ان انت بتدخلها، يعني او الحاجة اللي انت بتضيفها، زي بتضيف شيب، زي بتضيف خريطة، تمام، زي بتضيف ملف صوت، ملف صورة، مش عارف ايه، حاجات من دي، حاجات بقى اللي هي خاصة بالهيدر والفوتر. بتضيف اعداد، انك انت تعمل كل السلايد نمبرز، بمعنى اصح بيقول لك رقم لي السلايد، رقم لي السلايد دي. قمت انا علمت على سلايد نمبر وقلت له ايه، قلت له ابلاي اول، تمام، للفوتر والديزاين قائمة فوتر، وتختار النمبرنج. تختار نمبر سلايد نمبر، يعني رقم السلايد، تقوم تقول ابلاي تو اول. تمام، بقول لك كنت على بالك متنساش، كل مرة بنبه عليها ان انت تعمل سيف. اقول لك ايه، اند سيف ذا برزنتيشن، ممكن تقع فيها، خلي بالك. اللهم بلغت. نيكست، بقول لك اون سلايد رقم 2، المعلونه بجد سلايد رقم 2. طبعا ده الشرائح، الشرائح، الشرائح الاولى، الشرائح الثانيه، الثالثه، الرابعه. تعال على السلايد رقم 2 اللي فيها عنوان جولد ذهب، تشينج اللي اوت، اللي اوت اللي هو الاطار بتاعه. طيب هم جاي على السلايد رقم 2، وهم عامل كليك يمين اسمها كولد، كليك يمين وهم قايل لي اوت، اختار اللي اوت تو كونتنت. هو اللي اوت ده المقصود بايه؟ عارف انت بالظبط زي ايه، زي صفحة كتاب. هل انت مثلا عايز كتابين جنب بعض، او يعني فورمتين جنب بعض، ولا كلام وتحت صور، او من هذا القبيل يعني. تمام، حلو اوي. بقول لك ايه بقى، موف سلايد رقم 4 اللي اسمها كذا،
so it become slide 3 in the presentation. فيش اسهل من كده، عمليه موفينج بس، يعني عمليه معنى صح عمليه سحب. شوف عمل ايه، عمليه سحب، انك بتاخد وبتطلع فوق، عمليه سحب، سحب بس مش اكتر، وتقوم تقول له ايه نيكست. بيقول لي غير لي الباك جراوند بتاعت السلايد رقم 5 لأي لون اذر ذان بخلاف الابيض والوايت. ماشي، تعال على السلايد اللي بقول لك، كليك يمين على السلايد نفسها، قول له فورمات، تمام، وتختار اللون بتاعك. مش عارف هو الماوس مش مظبوط ليه. لازم يطلع لنا مشكلة. أزر لون تاني، لا مش دي، شوفنا عملية اللي اوت تختارها. معلش هنرجع تاني وكليك يمين، موف مع اللي قبلها، تشينج الكالر، كليك يمين زي ما انت شايف، فورمات والباك جراوند بتاع الاطار نفسه، وترزع لك اي لون تاني. خلي بالك لما تضغط على الكالر دي تختار اي لون، بيقول لك اذر بخلاف الابيض والايه والاسود، وتقوم تقول له كلوز، وتقوم تقول له مش عايز سيف، فلو عايز اوكي براحتك. بيقول لك immediately after بعد السلايد رقم 6 دخل لي سلايد تانية بعنوان او اللي اوت بتاعها تايتل اند كونتنت، انسيرت ذا تايتل ليد رصاص، اقوم جاي عند 5 هي كذا حاجة، واضيف اعمل اد نيو سلايد اللي هي دي السلايد رقم 6 ماشي، وبقول لك عايز تايتل اند كونتنت ماشي، اللي هي 7 على فكرة، اللي هي 7 وتكتب في العنوان ليد رصاص. طبعا تلتزم الحروف السمول سمول والكابيتال كابيتال، وتعمل سيف. مش بقول لك شو ذا هيدن سلايد تايتل 10 ان ذا برزنتيشن، البرزنتيشن اللي اسمها ميدل، اعمل لي الهيدن سلايد تايتل، عنوان المخفي اللي في الشريحه، تمام. السؤال اللي بعد كده بقول لك شو ذا هيدن سلايد، اعمل لي هيدن سلايد تايتل للسلايد اسمها 10، بقوم جاي عليها وكليك يمين وقال له هيد سلايد، تمام. بعد كده set the presentation view of the data to the slide shoulder view to set the presentation view. presentation view اللي هو العرض بتاع الوثيق الشريحة اللي اسمها metals of antiquity اللي انت عليها ديت، to the slide shorter view. slide shorter اللي هو شكل الشورتر، شكل السلايد نفسها. هل انت عايزها الشكل ده، منظر كبير وهم الصراحة كلها على جنب، او انت بتخليها على كلهم جنب بعض، كلهم جنب بعض. شوف كده الشكل هنا عامل ايه، على طول بتروح تجاوب قائمة فيو وتيجي على السلايد شورتر وبتخليها النوع ده. عايز بس الحق اقفل، ها يا مسهل، هضطر ارجع تاني اوضحها لك. سلايد شولدر، سلايد شولدر، وفي نوت بيج اتنين تحت بعض، اتنين تحت بعض. وفي عندك هيد اوت بيبقوا كلهم جنب بعض، بس بيبقى في يعني اتنين جنب بعض، دي جنب دي بس كبار، ودي جنب دي ده كبار. سلايد شولدر ده بقى سلايد شولدر كله جنب بعض، مرصوصين جنب بعض، تمام. هو كده يعتبر خلص ال البرزنتيشن بتاعك، تبدأ تعمل سبميت، بيبدأ طبعا يصحح وخلاص كده. نتقابل ان شاء الله الجزء الجاي، وشكرا يا جماعة والسلام عليكم.